بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذه سورة الفاتحة. ثم كتب: وكتب يزيد ابن عبد الله يوم الثلاثاء من رجب. لحظة، من يوم من الثلاثاء من رجب. رجب سنة 30 و100. رحمة الله على من قرأ هذا الكتاب ولعن من غيره. آمين. آمين. شوف التاء وضعها، الهاء مربوطة، الهاء وضعها فوق. الله غيره. آمين. شوف الثلاثاء كيف رسمها. إيه، يعني من ناحية الرسم بنجد أشياء كثيرة. حتى يزيد الزاي وضع فوقها نقطة يزيد، والثلاثة طبعا الرسم كان يعني بدائي نوعا ما في ذلك الوقت، لكن شوف الإبداع، يعني حتى الصراط، شوف الطاء كيف كتب الطاء. صراحة أبدع يعني نفاسة في الصور نفسها. وشوف، وترى من الأشياء اللي استغربوها الناس